نشر مركز البرلمان الإيراني تقريرا يفيد بتراجع الأوضاع الاقتصادية وتضاعف أعداد الفقراء في إيران، وجاء فيه تفصيلا ارتفاع مستوى خط الفقر على مستوى أسرة من 4 أشخاص في طهران ل 650 دولار ما بين شهر حزيران يونيو إلى شهر أيلول سبتمبر الماضيين. ازدياد خط الفقر بالفترة الأخيرة بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها مع عام 2017، وتشير النتيجة إلى أن الأسر التي ارتفع دخلها بنسبة 22% في العام الماضي أصبحت فقيرة في هذا العام. تسبب انخفاض الريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية تزامنا مع عودة العقوبات الأمريكية على إيران في زيادة كبيرة بنسبة تكلفة الواردات. أدى ذلك إلى ازدياد المصاعب على كثير من الإيرانيين فئة أصحاب الدخل المنخفض في شراء المستلزمات الحياتية الضرورية. وقال المحلل السياسي بهنام بنت ليبلو إن الفقر المتفاقم في إيران له علاقة كبيرة بكيفية تخصيص حكام إيران لمواردها بأغراض مشبوهة كالعفاءات الضريبية الضخمة لمؤسسات شبه حكومية والحسابات الخارجية التي تستغل في الحروب الخارجية.